الشخصي العامل والوفد المرافق له بمختلف المصالح الخارجية كل باسمه وصفته دون أن أغفل أحدا. ضيوفنا المحاضرات والمشاركون والمشاركات من مشايخ الطرق والزوايا والمدارس العتيقة والدكاترة والأساتذة داخل المغرب وخارجه. الأجلاء مشايخنا من قبيلة الشيخ آل الشيخ شيخنا الشيخ ماء العينين وكل المنتسبين له داخل المغرب وخارجه. السادة المنتخبون من كل مختلف جماعات الإقليم وخارجه وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد رئيس المجلس البلدي لتزنيت. السادة النائب البرلماني والنائبات البرلمانية. السادة منابر الإعلامية. شيخنا رئيس الملتقى الشيخ لارباس الشيخ ماء العينين. الإخوة والأخوات أعضاء المؤسسة أيها الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بحضراتكم لهذا الملتقى الثاني للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين والذي يأتي في ظروف صعبة يمر منها العالم تهدد أمنه وسلامه. إن اختيارنا في تسليط الضوء على المدارس العتيقة والزوايا يرتبط بإيماننا بأنها هي مركز الاستقرار الروحي والفهم الصحيح لسماحة ديننا وهي التي تساهم في إصلاح الفرد بحيث تساعده على بناء المجتمع وإصلاحه لا هدمه وتفريقه وتكفيره. فالمغرب بلد الأولياء والتصوف، التصوف السني الأخلاقي، ونحن إذ نستحضر ما قاله شيخنا الشيخ ماء العينين رضي الله عنه: إني مخاول لجميع الطرق إخوة الإيمان عند المتقي. نريد بذلك أن نكشف عن الخطاب التربوي والتوجيهي لهذه الطرق بالشكل الذي يكون أكثر وظيفية وأكثر فعالية في صياغة مشاريع المحبة والسلام الذي يفتقد في معظم أرجاء العالم. قال الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. أيها السادة، أسأل الله أن يكرر هذا الملتقى بالنجاح وأشكر من ساهم فيه من بعيد أو قريب، ومرحبا بكم ومرحبا بنا في مدينة تزنيت، والسلام عليكم ورحمة الله.